شوف، احنا دائما منافسات سواء في الانديه او بين حتى المنتخبات العربيه، دائما الدربيات العربيه ولا ده دائما اللي هي تحصل فيها الاشكاليات حتى اوروبيا. لكن في كاس عالم هذه تظاهره عالميه، يعني الكل جاي يبغى يستمتع بالبطوله، بالفعاليات المصاحبه في البطوله اللي شاهدناها احنا وكنا يعني شهود عيان في ارض قطر. تمام، بكل امانه نجاح قطر في التنظيم، الجماهير كانت موجوده للاستمتاع. حضرنا مباراة الأرجنتين وشاهدنا الفرحة العارمة من الجماهير السعودية بعد المباراة. عبد الله وأنت كنت حاضر يعني وشاهد ده في مباراة بولندا ومباراة المكسيك، رغم الخسارة الجماهير خارجة مبسوطة وبتغني يعني هذه تظاهرة الكل سعيد فيها. يعني تخيل أنت بعد مباراة المكسيك تصادفت الجماهير الأرجنتينية جاية من مباراتها مع بولندا كسبانة والسعودية خاسرة، وكانت تبحث يعني وير سعودية وير سالم. يعني لغة جميلة بين الجماهير بعيدة عن الصدامات. هي كرة القدم يعني ملح البطولات، هي الجماهير ملح المباريات. ما أتوقع الصدامات دائما ما تحصل إلا في الدوريات المحلية بين الأندية المتنافسة الجماهير المتنافسة، ومثل ما قال أبو نايف اللي يزيد شرارة التعصب هم بكل أمانة بعض الإعلاميين بعض الطروحات اللي بتحصل. لكن اللي شاهدناه احنا في 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 يعني تظاهرة عالمية مثل كأس العالم، كأنك انت تقول احنا عايشين في عالم آخر. الكل سعيد، الكل مبسوط، الكل فرحان، الكل يعني حتى في خسارة منتخب بلاده تلقاه سعيد. يعني هي لغة تجمع الشعوب. يعني بكل أمانة مباراة وحيدة مثلا للمنتخب السعودي، شاهدنا الالتفافة العربية، الالتفافة من الجميع، كان سعيد بانتصار المملكة. كذلك مباراة تونس، رغم يعني خروج تونس المر انك تكسب بطل النسخة الماضية وتخرج من البطولة، لكن الكل كان سعيد، الجماهير التونسية كانت يعني سعيدة في قطر إلى بعد المباراة. هذه هي يعني حلاوة كرة القدم. لكن احنا مشكلتنا عبد الله لو يعني نتكلم بأكثر واقعية، احنا مشكلتنا دائما في المباريات التنافسية المحلية وكذلك حتى في الديربيات العربية. هنا نقطة الخلاف. لكن لما تخرج برا بعيد كل البعد، مثل ما قال كابتن خالد، نجاح قطر في التنظيم وإبعاد كل يعني المنغصات على الجماهير هي اللي نجحت البطولة إلى الآن. بإذن الله قادرة قطر على المضي قدما إلى نهاية البطولة في هذا النجاح في هذه الاستضافة العالمية اللي بكل أمانة من النادر أن تتكرر في مثل هذا النجاح، في مثل هذا الاستضافة، الضبط الأمني، سعادة الجماهير، الفعاليات المصاحبة. برافو قطر، تشيد على يدهم إن شاء الله فيما بقى من أيام البطولة، بإذن الله قادرين على تجاوزها إن شاء الله.